اخواني اخواتاتي اخوتي، السلام عليكم. مرة اخرى بغيت نهضر نتواصل معكم عاوتاني في هذا الفيديو. وهذا الفيديو غادي نخصصو للذكرى ديال البارح. البارح فاتح يوليوز ذكرى ديال استرجاع مدينة سيدي إفني ومناطق قيطبة عمران. وهنا بغيت عاود نشير لواحد القضية، لأنها كيكثر القيل والقال وتيكون بعض المسائل كما قلنا، راه التاريخ ديالنا خصو المراجعة، خصنا التصالح أو المصالحة مع الذات، لأن داكشي اللي وقع في أواخر الخمسينات، داكشي اللي وقع ما بين جيش التحرير ودوك الناس الاخرين اللي كانوا قياد وباشوات المحميين، داكشي اللي وقع راه ترتكبوا اخطاء خصنا نصحوها. من بينها هذه القضيه ديال جيش التحرير وحي جيش التحرير وضياع الناس اللي كانوا فيه وتهميش البعض اللي ما دخلش، اللي باقي شاب وما دخلش الجيش الملكي، راه وقع له تهميش. ومن بعد وكيفاش بعدا، لان باش نفرقوا ما بين ما يسمى بالمقاومه، جلالة الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه كان قالها في واحد الخطاب ديال 20 غشت إلا ما خانتنيش الذاكرة، في الثمانينات أو التسعينات. قال صويرة الجنوب كاين جيش تحرير، من صويرة الوسط والغرب كاين المقاومة، والريف من الغرب للريف شمال كاين جيش تحرير. وهنا وقع، راه هادشي شرنا ليه في عدة، وقع ما وقع في مدريد، طرد زعيم جيش تحرير عباس المساعدي، طرد بعض الناس من داك الحزب الوحيد في مدريد، مؤتمر مدريد، وما عجبهمش الحال. طرد عاود في طريق الوحدة في الريف وما عجبهمش الحال، تم اغتيال عباس المساعدي، وقعوا مناورات وقعوا مناوشات وقعوا الوشاية بالناس ديال جيش تحرير، وشاو بهم المغفور له، انا كان انا ذاك ولي العهد الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه، وشاو بهم بانهم راه داروا وفعلوا وتركوا تحل جيش تحرير، وانهما ملي دخلوا بعد جيش تحرير لايطبع عمران، ملي دخلت جيش تحرير لايطبع عمران كان هنا قايد من ديك من الحركة الوطنية، هو القايد، هو القائد ديال الإدارة، شاد من ناسا حتى البيزاكرن أو حتى القلمين، هو القايد عبد العزيز الماسي، عز الدين عبد العزيز الماسي. ومن وقع خلاف وتحل عاود الحزب ونشق منه واحد الحزب أخر وأحزاب أخرى، خرج حربان دار حزب، الخطيب دار حزب، سميتو عبد الرحيم بوعبيد دار حزب، ملي تفرتتو عاود هما تحل جيش تحرير. وهذا الشيء اللي قلت، تحل جيش تحرير، اما التسجيل في الاربعاء الساحل، تسجيل في الاربعاء الساحل كان القايد عبد العزيز اللي كان دار البراح في السوق، وبالراح شكون بيجاهد في سبيل الله في طبع عمران، واول من تسجل فيه هو هذا الشهيد رحمة الله عليه، هو الوالد ديالي اللي استشهد تما في طبع عمران. إذن امشوا الناس وحاربوا وتقتلوا، ولكن اشو وقع ملي تحل في 58، ملي تحل جيش تحرير وقع الشتات ديال هاد الناس، فرتتو شي هرب شي ملي تحركت الوشاية للدولة ان هاد الناس راه ضد الدولة وهادي وما بغاوش هما
لان جوج طريق كما قلت عباس المساعدي ما بغاش الاستقلال الجزئي بعدا من الاول، كان بغا هو من تحرر الدوله، الشعب المغربي يتحرر من نهر السنغال حتى لتبتون ليليا، يعني الاستقلال الجزئي لا. ولكن الناس اللي كانوا عندهم مناصب وبغاو مناصب هما اللي سعوا باش تكون الاستقلال الجزئي وشدوا مناصب، وهم شو هاد الناس. اذا قلت في 58 حلو لازمتو وعطيت الاسماء اللي هما شاركوا من القبيله ديالي انا من جماعه الاربعه الصح اللي اشتركوا في جماعه اربعه الصح معدودين على اطراف الاصابع، راه باقي فيهم جوج حيين باقين على قيد الحياه. الوالد الله يرحمه حليل حسن بن سيبيه الله يرحمه، دليني العربي بن محمد عبد الله راه دخل باقي القوى المساعده وما تفقلين، كنقولوا له في البلاد العربي الفقير في الجامع. خالي ابراهيم وجامع الله يرحمه عبايرو ابراهيم بن جامع في دبيالي، محمد العربي محمد بن العربي بن بيه علي بإد بيه علي حتى هو الله يرحمه، الحسنان خوي تملالت، الحسين الطالب الحسن في إد الطالب الحسن، الحسن الشامو بإد مورم دار لا زال على قيد الحياة، البشير السموح بأبنيد عيسى بتغانيني، الحسن أددى ولد برازيل وساكن فاسميتو في دكوجا بيني الرفت، مولاي أحمد بن حوسة بيني الرفت رحمة الله على الميتين والله يعاون الحيين. قلت هنا هاد الناس ملي ماتوا تطوات القضية ملي تحل جوج تحرير، أحلي حسن سيبيه الله يرحمه، حسين الطالب الحسن، العربي الفقير، أنكوي، البشير السموح، هادو كاملين ما ترندوش ما دخلوش الجيش الملكي، ما تدمجوش في الجيش الملكي، تدمج الشامو، تدمج خالي إبراهيم وجانا، تدمج ودادا، تدمجو واحد ربعة ولا خمسة، الباقي مهمش حتى السبعينات عاد خد ليني القوات المساعدة الله يرحمهم كاملين ويوسع عليهم. قلت هنا البارح فاتح يوليوز عيطوا ليا في المندوبية الإقليمية ديال المقاومة، قالوا لي غيكون هنا، قلت له ودي ما بقاتش شي علاقة ما ربطاني بكم، لأنه الأولى الوالدة اللي كانت كتشد واحد 4 دريال ديال مقاومة من 76 الناس خداو الملايين، والوالدة في 76 خدات 9000 درهم في الرابيل و 16000 فرانك 160 درهم في المعاش و 22000 فرانك و 500 في 225 درهم في الطاوله الإجمالي، ما لا تسمنوا ولا تغني من جوع الوالدة الله يرحمها. إذا حنا ما بقينا ما بقى عندناش صلة بهاد الإدارة هادي، أون بليس خاتم شي كتلقى الناس اللي ما دازو تما نهائيا وما شافوهاش خضوا بطائق. ما مشيتش فعلا، ما مشيتش لان غادي غير نمرض، ملي كتشوف واحد الانسان عرفتي وعرفتي تاريخه هو تما غادي يمرضك هذا الشيء. هي اللهم قوي. زياده على هذا الشيء واحد الاخ صديق سي ابراهيم يفضل دخل في الفيسبوك لقيتو لاح ابراهيم وطبيب شكون كيعرفوه هو كان قايد المياه، ما عرفتش واش كان قايد المياه هاد السيد ولا لا، لان قايد المياه كيكونوا الناس الكبار اللي جاوا من الريف، لان الوالد انا هو اللي درب هاد الناس ديال الساحل، باقي ودادو باقي الشامبو في الحياه، اللي بغى يسولهم يسولهم. واحد 4 ايام هادي باش تلقيت بالدال حسن الشامبو سولتو قال لي باك هو اللي دربنا النهار الاول مشينا. اذا القايد المياه كيعطيوه لشي واحد من هادوك اللي جاوا من جيش تحرير الريف، بحال القايد علوش قايد المياه ديال الوالد كان قايد علوش ريفي، وكان قايد الرحى
كان محمد بن المختار. إذن هاد السيد هذا مزيان إلا كان قائد وكان مزيان، ولكن أنا غادي نقول لسي إبراهيم راه كتبت له واحد الكومونتير، الله يخليك عطيني غير فين كاينين القبور ديال هاد الشهداء اللي ماتوا في طبع عمران، راه مات واحد العدد، شحال العدد ديالهم بعدا؟ راه مات في واحد العدد اللي مات في المعارك ديال طبع عمران، حيت كاينه معركة تابلكوك، كاينه معركة بجاريفن، كاينه معركة طاموشا، كاينه معركة أصدر، كاينه معركة صغويا، كاين واحد العدد ديال المعارك اللي كاينين في طبع عمران، ولكن نوري ليا. وكاين معارك اللي وقعوا في الصحراء وكاين التواصل، كانوا بروات كيتواصلوا بيناتهم، الجيره ديال الصحراء والعيون كانوا ديك الساعه، حيت كما قلت هاد الناس اللي اسسوا البوليزاريو راه غير غلطوا، ولاد جيش تحرير، ولكن خطأوا كما خطأوا الاولين، كما خطأ داك الحزب في التشتات ديالهم التهميش، هما واخا هنجو ميرا ما غاديش نمشي فين، حيت الله والوطن والملك سيدنا الله ينصرو باو، والملكيه هي ديالتنا ما يمكنش لينا، هادوك الناس وشاو وباقي كيمشيو وباقي خدامين، ما حسبناهمش الله يعاون كل واحد، ولكن خصنا حقيقه. قلت للسي ابراهيم ودوري لي شحال العدد ديال هاد الشهداء، طلبت منه عدد شهداء طبع عمران ورونا قبورهم فينا هما مدفونين، لان هاد المشكل ان هاد الناس تهمشوا حيين تهمشوا ميتين، لان القبور ديال هاد الشهداء ما معروفينش لهاد دي الان، الى استثنينا واحد خمسه ولا اربعه اللي ماتوا في تابلكوكت، منهم ابراهيم ابراهيم بدوي، ابراهيم يبوكر كيتسمى ابراهيم بدوي الله يرحمه، هو كان سميتو ابراهيم بن محمد وتدفن في سيدي محمد الله، راح حولهم على ما قالوا لي كانوا قضى الضريح، حولهم للروضه، كانوا واحد اربعه ولا خمسه، هادوك اللي كانوا معروفين مكتوبين الاسماء ديالهم في الحجر، في الحجر اللي تحط عند الريوس ديالهم، كل واحد مكتوبه فيه سميتو واحد المده، حيت شحال هادي انا ما زرت ما. اذا مشيت انا عام الاول عام الاولين مشيت كنقلب، ومازال مشيت غير بارازار، مشيت مع واحد السيد راه عاودت هاد الشيء في واحد الفيديو، كنقلب على القبر الوالد في بيجاري فين ما لقيتوش، ملي مشينا لقينا المقبره ما فيها لا علامه لا يديك لا يخليك، وتقول درت كاع المقابر ديال النواحي ديال بيجاري فين ديال الجزيره ديال المحيرته، الروضه اللي فوق من المحيرته ما عرفتش الحفرة ولا سميتها، كاين واحد العدد ديال الروضات درتهم، حتى قال لي واحد السيد اودي خصك تمشي لبورمضان وسول على مبارك الغربي، هو راه يقدر يعقل على شي حاجه تما، ملي مشينا لقينا السيد، ولكن السيد اش قال لي؟ قال لي اودي راه حنا كنو في 94، قال لينا المندوب اللي كان هنا الله يرحمه واللي الا باقي الا مات ولا الا حي، كان هنا واحد الموظف ديال المقاومه، قال لك راه غنمشيو نرمموا القبور ديال الشهداء ونديروا لهم اللوحات الاسماء والمسائل. انا مشيت على هاد الفكره انه راه ترمموا هاد القبور، ملي مشينا كنقلبو ما لقيناهمش، ملي رجعت سولت السيد قال لي اودي لا راه غير هادوك اللي في سيدي محمد بن عبد الله هما اللي درنا ليهم صبغناهم وجيرناهم ودرنا سميتهم صافي. ملي وصلنا برمضان سولنا على مبارك العربي، قال لي اودي راه 8 اللي ماتوا في جاري 8 الشهداء اللي ماتوا هنا، 6 تدفنوا في الروضه، وما كاين لا بلاكا لا سميه لا لوحه لا يديك لا يخليك، راه ما معروفينش القبور ديال واحد الصحراوي كان تما، كانوا ولادو كيجيو كتبوا سميتو في الحجره، وراه عامين هادي ما جاوش، كانوا كيجيو كيديروا تما السلكه والمسائل، هاد عامين ما جاوش. قال لي كاينين 6 في الروضه فيهم داك الصحراوي، ولا جوج ها هما في داك الدرك في ديك البحيره كرموس النصارى، راه كيقول واحد منهم من الساحل، قلت له هادوك اللي بغينا، ولكن شكون تبت ليا انه هاد السيد هو هذا؟ شكون هاد السيد؟ مشى ما عرفته ما عرفني، مسكين خلاني صبي ولد 9 شهور، ولكن الله ما كيضيعكش ما دمتي تشبتي بالوطنيه ديالك وتشبتي بالله الوطن الملك، ما تخاف والو، لان الايمان قوي والوطنية كتجري في الدم ديالك، ما تخاف من والو، ماشي من دوك الناس اللي هما كينافقوا، كيقولوا الله الوطن الملك، ولكن داكشي اللي
لي في راسو في كرشو بزاف. وكاينه قضيه اخرى، واحد اللائحه راه قلتها للسي ابراهيم يفضل، قلت اللوحه التذكاريه، كانت واحد اللوحه التذكاريه قديمه كانت في السبعينات في ديك الحديقه اللي قدام العماله دابا، اللي قدام البلديه القصر البلدي في ديك الحديقه اللي خلص مليون تما نقيه زوينه تهرسات دابا. وكانت فيه واحد اللوحه التذكاريه من 69 70 فيها الناس وفيه المقر فاش تزادوا وفين الشهيد وفين مات، فيها عدد الشهداء هما هادو. ولكن تبدلات تهرسات، سولت عليها قال لي هذيك تهرسات، تدارت وحده ما فيهاش، فيها ناس ما ماتوش في سيدي اثنين منهم الاول اللي في ديك اللوحه التذكاريه راه باقي، داروا وحده في الحديقه دابا وحده قدام المندوبيه ديال المقاومه ديال سيدي افني. الاولاني الرقم واحد هو سيدي مومو حافظي، سيدي محمد بن سعيد حافظي، قتلاتو فرنسا عاد ماتو في الصويره. اذا ما ماتش في اطباء عمران، علاش نديرو تما انه من الناس اللي ماتوا على ارض اطباء عمران؟ هذا ما شارك في جيش التحرير، هذا شارك في المقاومه وتعدم في الصويره. اذا هالكذوب دايرين كتيبات فيها شهداء الاستقلال، فيه السيد ملي بحثت لقيته مقاوم متوفي، داروه مات في بيجاريفن، وداروا السميات جوج نفس السميه وجوج البطائق. ملي مشينا لديك البطاقه لقينا هذاك السيد في هذه الكتيبات، لان هذه الكتيبات اللي تصدروا في العدد واحد جوج ثلاثة أربعة ربما شحال من كتيب كانوا في المندوبية السامية، هادو راه كلهم أخطاء. إذا سي إبراهيم إلا صحت التاريخ خصها تمشي تصحح، خصها القبور تعرفوا الشهداء فين تدفنوا باش عائلاتهم بحالي أنا بغيت نعرف بها، بغيت نعرف قبره. الوالدة ديالي الله يرحمها كتقولها حتى ماتت نقوم زيارة قبر با كامي راه ما عرفنا فين كاين، لو كان ما جاب الله هاد السيد من العائله وداني بطوموبيلته بقينا كنضربو فيها طبعا عمران نهار كامل عاد لقينا ديك البلاصه راه ما غاديش نلقاو. ضحى بطوموبيلته، ضحى بنهارو، ضحى بفلوسه، ضحى بالمازوط، ضحى هو حفيد خالته وخال الوالده، وانا ماشي هاد الشيء راه ما غاديش نلقاو. اذا وما لقينا حتى مات الوالده مع الاسف. اذا التصحيح ديال هاد الكتيبات، تصحيح ديال ديك اللائحه، تصحيح ديال واحد العدد ديال المسائل، تدار ترميم ديال القبور يتعرفوا، البحث عليهم عاد نعرفوا شكون هما المقاومين وشكون هما ماشي المقاومين. دابا الى جينا نبحثوا في داك الشيء غادي نلقاو بزاف. واخا سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني الله يرحمه مسكين ويوسع عليه كان قال يتبع عمرو كلهم مقاومين، عيالات ورجال وحتى الدراري الصغار، لانه فعلا دازت عليهم كما دارت على المغاربه كاملين، دوز صبليون دوزات عليهم ولكن كاين اللي خدم مع صبليون عاود استافد معنا حنا كيما بحال فرنسا، كاين اللي خدم مع فرنسا واستافد من المناصب ومن الامتيازات ومن وهاد الشيء راه عرفناه ومعروف. حنا بغينا غير هاد الشيء تدار، بغينا غير لا ديك اللائحه تصيب ويتداو فيها الناس اللي ماتوا وشحال هما الا باقي الناس اللي كيعرفوهم، وبغينا نعرفوا قبورهم ودوك الكتيبات يتصحوا، دوك الاخطاء يجلسوا الناس اللي مخلطين وعارفين يتصحوا هاد الكتيبات. وراه كاينه اللائحه باقيه الا ما خفت نكذب على ما كيقول، على ما كيقول السي محمد ولد السي احمد الخلبوبي، السي احمد جبابدي راه عنده الوافي، السي محمد الوافي، حيت با كان هو اللي عنده المكتب جيش تحرير في بويزاكارن، قال باقي عنده بعض الوثائق اللي كتبت هاد الناس وهاد الرسائل اللي كيكونوا ما بين القيادة ديال جيش تحرير وبين المسائل. إذا هنا هاد الشيء خصو النبش وخصو يتجبد وخصو يتكتب ويتصحح. والسلام عليكم ورحمة الله.